FM. الكلمة ليك. وأنا قلت وأنه لسينيا فانكورار اللي شفناهم قبل سنتين في ملاعب تونس قاعدين نشوف فيهم توا يعني إلهاء الأمن، تصرفات تخلي المجتمع يرفض الأمن، وهذا مؤشر خطير، مؤشر خطير، خاصة هو في فهم حتى سقوط نظام بن علي، حتى حد ما حب بالضبط يعرف شنو اللي صار. الناس كل فرحة اكتفاوا بأنه صار ثورة. طيب أوكي صار ثورة، ما شو المانع؟ إيش نعرفه بالضبط شنو اللي صار؟ حتى ما يتعودش توا. لمن كان متهم في وقت بن علي أنه معناها العصا الغليظة متاع النظام. اليوم عنا أمن جمهوري، ما نجموش نتعاملوا مع الأمن اليوم كما كنا نتعاملوا معه قبل. الأمن ما هو يخدم في مصلحة حتى شخص. اليوم عنا أمن جمهوري، علاش ما صارتش من 2011 مصالحة مع الأمن؟ الأمن اليوم هو رأس الحربة أمام الإرهاب. الأمن قاعد يقدم معناها في العميل الأخير سيدي بوزيدي، فهمتني؟ ما هوش معناها لاهي معناها بالملاعب باش يفقد شعبيته، بالعكس احنا نحبه نقربه المواطن من الأمن، لكن إذا ثم تسميم الأجواء العكس. الكلمة ليك.